طنجة نيوز أول موقع إخباري بشمال المغرب. هو فيما يخص المستشفى ديال ديك طوفار كما كيعرف الجميع فالمعركة سابقا كان هو اللي كيشبر الناس ديال كوفيد. بعد المرحلة الانتقالية أن بعد انتهاء الجائحة ديال كوفيد والحمد لله اللي تصدوا لها الأطر الصحية والتمريضية والإدارية بكل شجاعة، بعد هذه المرحلة كان هناك مرحلة انتقالية، والأكثر من ذلك هو أن نعاني للأسف الشديد من نقص حاد في الموارد البشرية بهذا المستشفى ولجميع المستشفيات. نعاني من نقص حاد في الأطباء، في الممرضين، في الإداريين، ولهذا نطالب كما عبرت انت على المواعيد اللي كيكون المدة ديالها طويلة، فهذا ناتج عن النقص في الموارد البشرية. بهذه المناسبة ومنبر ديالكم نقول بأن على الوزارة تحمل المسؤولية ديالها وتوفير الموارد البشرية لتقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين.